ما هي المعايير التي يجب أن تتوافر في الطالب حتى يستحق الإجازة في ظل التعليم في المصاحف وتخصيص وقت محدد للقرآن؟ لا يمكن للطالب أن يفعل ما كان يفعله في المحاضر من المحاضر التقليدية من قتل الوقت لكي تصح متابعته علما أنه يكون مستوعبا للرسم نظريا. جواب أن الإجازة لدى الناس مرتبطة في الأصل بجمع أمور منها، وهذه ليست متلازمة في الواقع، فيمكن أن تكون الإجازة فقط بالقراءة، أن يكون أنه قادر على قراءة القرآن قراءة صحيحة، وأن تكون بالحفظ أو بالقراءة والحفظ معا، أو أن تكون بأنه صالح لتعليم القرآن دون معرفة لرسمه ودون معرفة لضبطه، والأجود والأكمل أن تكون جامعة لكل ذلك، ويزاد عليه أيضا الإجازة في تفسيره وفهمه وتدبره. فالذي ضرب الناس عليه في بلدنا هو الاقتصار على بعض علوم القرآن فقط في الإجازة، فيجعلون الإجازة في حفظه وأدائه ورسمه وضبطه فقط. لكن الأولى أن تدخل العلوم الأخرى من علوم القرآن في الإجازة، ولكن لا بد أن يعلم أن هذه الإجازة غير متلازمة، فيمكن أن يكون الإنسان مجازا بقراءة القرآن من المصحف فقط، أنه يجوز له أن يقرأ القرآن من المصحف لأنه أتقن النطق ومخارج الحروف وصفاتها وعرف كيف يقرأ ولا يتبع الرسم في غير المقروء، فهذه إجازة فقط بأنه صالح لأن يقرأ. ثم إجازة الحفظ أنه حافظ للقرآن يستطيع أن يقرأه عن ظهر قلب، ثم بعد ذلك الإجازة في رسمه وضبطه، والإجازة كذلك في تفسيره وتدبره، والإجازة في إقرائه أنه صالح لإقرائه، فكثير من الحفاظ والعارفين ليسوا أهلا لتدريسه، إنما درسوا لأنفسهم ولا يستطيعون تدريس غيرهم.